كل التحيات لكم أصدقائي المشاهدين بحلقة جديدة من مشاكل وحلول. من المشاكل يلي منتبعها بتلفزيون لبنان ببرنامجنا موضوع الطرقات والسلامة المرورية، كم وكم من القضايا من الشكاوى المفترض أن تكون قيد اهتمام المعنيين بتكون حاضرة ببرنامجنا، في شيء بيصير وفي شيء منه قد يكون عالق بسبب بعض الإمكانيات، النوايا طيبة. نحن اليوم بمركز منشوف حالنا فيه، نحن اليوم بمركز، اسمحوا لي بالبداية ما نقول رح نبخر، ولكن رح ننقل صورة حقيقية، رح ننقل عينة عن فريق عمل ناشط 24/24 7/7 وعلى مدار أيام السنة تيكون بخدمتنا لحتى يساعدنا ببعض الإرشادات ببعض المحطات، الإرشادات التوعوية إنجاز التعبير، لحتى يكون إلى جانبنا ونحن بطرقاتنا. كم من الحوادث اللي صارت، قديش ضحايا سقطت، ولو تقيدوا بجزء يسير من هذه الإرشادات كنا أكيد تلافيناها. ضيفي ببداية هذه الحلقة أو ضيف تلفزيون لبنان، ضيف برنامج مشاكل وحلول، الرائد خليل مكرزل. نحن قدام رجل حائز على ماجستير بإدارة السلامة المرورية، بنفس الوقت هو مسؤول فريق العمليات ومسؤول فريق التواصل الاجتماعي بغرفة التحكم المروري. عن هذه الغرفة تفاصيل إرشادات ضرورية مهمة على مدار كل الحلقة. اسمحوا لي نرحب بحضرة الرائد اللي حطنا بالجو، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يعني بالبداية وقت اللي حبيت أني أعمل حلقة من هون أنا وفريق العمل بتلفزيون لبنان وأول مرة التقينا نحن وياك، حسيت حالي أنا قدام رجل مسؤول واعي حاضر عارف شو مفترض أنه يوجه ويعطي الناس. حضرة الرائد نحن اليوم بهذه الغرفة، يا ريت بتشرح لي عن علاقتها معنا أنا كسائق، كيف ممكن اتواصل معكم لحتى قدر المستطاع نكون شركة بتخفيف الحوادث والكوارث والضحايا. صحيح، نحن علاقتنا بشكل مباشر هي مع السائقين على الطريق ضمن الإرشادات يلي بتنعطى، إن كان لتفادي الزحمة ولا لتفادي الحوادث وبالتالي نخفض عدد الجرحى والوفيات قدر المستطاع. هيك عم بيصير؟ يلي هي بالتوعي يلي عم تنعمل. هلا هيك عم بيصير بدنا نرجع للإحصاءات نشوف ساعتها إذا كان خفت هالجرحى والأعداد مع عدد الحوادث على الطرقات أو بعدها متساوية بالسنوات السابقة. بس هذا الشيء ما بيمنع أنه الدور يلي عم تلعبوه أنتو كإعلاميين بمتابعة تطبيق قانون السير الجديد على الطرقات بالحزم يلي عم بيصير، أنه من باب الانفورسمنت مش بس من باب التوعية، لأنه في دورين بدو ينلعب. التوعية من قبلنا كقوى أمن كمهندسين هيئة إدارة السير على السوشيال ميديا قد ما بنقدر، ولكن حضرتك بتعرف سيس حنا مش كل الأمور تنحل بالسوشيال ميديا. على الأرض بدو يكون في متابعة من مفارز السير يلي نحن نتواصل معهم بشكل مباشر لنحاول قد ما بنقدر انه نعطي بوش اكتر كرمال تيكون في تخفيف لعدد حوادث. طب انا وقت بدي اعرف عنك اقول انه حضرتك انت حائز على شهادة ماجستير، يعني كتير مهم بالسلامة المرورية، يعني انت عم تقدر توظف مع الفريق النشيط اللي من قلهم فردا فردا يعطيكم الف عافية. شكرا. يعني عم بتوظفوا كل امكانياتكم لحتى تكون هي بخدمتنا، وعذرا على هذه الكلمة لانه على مدار الساعة ترد عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسائل على السيلولرات وين ما كنا لحتى تقدروا تنبهونا، ولكن قديش قادر انت توظف الماجستير وكل خبرتك واختصاصك بهذا المجال لحتى نقول للناس تروا وتنبهوا. صحيح، نحن انا الاساس يعني الدراسة الاساسية هي ماجستير بالحقوق قبل ما اوصل لهذه المرحلة، ولكن وقت بلشنا هون مع فريق العمليات نحن فريق متكامل كقوى أمن ومتجانس مع مهندسي هيئة إدارة السير. نعمل اثنيناتنا سوا على مدار الساعة 7 أيام بالأسبوع كرمال هيدي المسألة. أكيد بلشنا ما بلشنا من منطلق أنه نحن عنا الخبرة، كانت الخبرة مكتسبة بكيفية إدارة غرفة العمليات المشتركة، ولكن مع الوقت أنا بعتبر أنه الماجستير يعني انعملت من قبلي ومن قبل مهندسي هيئة إدارة السير ساعدت وساهمت بشكل مباشر على كيفية إدارة هذا المرفق العام. كمان دبلوماسي بكلامك، بتعرف يعني عم بتحاول تعطي يعني كل الفريق اللي حواليك حقه، يعني هيدي الشغلة هي اللي بتكبر. هون ما في وان مان شو أستاذ حنا، هون في فريق عمل عم يشتغل سوا. أنا لحالي ما بقدر، إيد واحدة ما بتزقف. أنا لو ما فريق العمل اللي عم نشتغل نحن وياه سوا نحن ما بنقدر نعطي النتيجة اللي حضرتك عم تشوفها. طول عمرك. وأنا كمان بدي وجه تحية لزملائي الموجودين معنا بهذا البرنامج، حتى أنتم عم تلعبوا دور كبير معنا أنتم كإعلاميين
كمان حضرتك تعرف نحن عم نعطي على السوشيال ميديا وعم نعطي على كل وسائل التواصل كل الإعلاميين بلبنان من تلفزيونات ومن إذاعات الخبر المروري الطارئ ضمن إطار الطوارئ المرورية كرمال تيكون الخبر أسرع للكوندكتور يلي هو بسيارته للسائق يعرف فورا شو صار على الطريق بركي بيتجنب هيدي الطريق وبالتالي نحصر طبعا وبالتالي بنحصل شوي على زحمه اقل اذا صح التعبير. طب اليوم باطار الكلام عن الجديد يعني بنلاحظ دائما انه انتم بتسعوا لحتى توظفوا كل جديد. صحيح. بهذه المرحله انحكى عن نظام ضبط المخالفات الجديده وهيدي يلي العالم بتشغلهم بالهم ضبط يعني المخالفات الجديده؟ نعم. مثل شو؟ شو هو النظام يلي ممكن يتبع لحتى العالم يقدروا يتلافوا هذه المخالفات انجاز التعبير حضرة الرائد؟ هلا اذا كان المقصود بالكاميرات يلي عم تنوضع كم كاميرا عندنا اوتوماتيا؟ لا الكاميرات الغرفه ما لا تضبط المخالفات بشكل اوتوماتي. يعني نحن من الكاميرات منسخرها لمراقبه حركه المرور والتدخل مع مفارز السير للاسرع وقت ممكن تعرف تدخل الى اي حد حضرة الرائد لاي حد انتم قادرين تتدخلوا؟ نحن يعني نقدر نكلف الدراج او الدوريه التابعه لمفارز السير ضمن نطاق بيروت الكبرى لانه نحن قاشعين الكاميرات بهذا النطاق بغير مناطق بلبنان وقت يجينا عبر السوشيال ميديا عن شكوى معينه بنتدخل على الجهاز مع غرفه العمليات بس نحن ما بنكون شايفينها. ممكن تقول لي كم كاميرا عندنا نحن؟ يعني كم كاميرا مراقبة بهذه القاعة الكبيرة نحن بدنا نسأل موصولين بكم كاميرا؟ نعم يعني تقريبا بحدود ال 70 كاميرا. رح نحكي عنها بعد شوي. 70 كاميرا تحديدا 68. نعم يعني انتم يعني قادرين من خلال هذه الكاميرات. هيدي الكاميرا بتتميز عن شغل انه منها مثبتة بجهة معينة، هيدي الكاميرا بتعمل روتيشن 360 وبتقدر تعمل بتقرب الصورة نقدر نقشع لوحة المركبة. نعم يعني هون حتى إذا الدراج أو الدورية اللي كلفت لإزالة المخالفة من محل معين أنا بقدر وثق هيدي المعلومة عندي بقراءة نمرة المركبة والتأكد من إزالة المخالفة أو عدم إزالتها. طب اليوم أنت وجودك يعني على رأس فريق عمل يعطيه العافية، يعني بنلاحظ من خلال زياراتنا التحضيرية يعمل يشتغل يعني بشكل متواصل يعني على مدار ال 24 ساعة. يا ريت بتقدر تقول لي ذروة العجقة ذروة يعني الضغوطات إنجاز التعبير بتتلقوا بعض الاتصالات من الناس من المواطنين كيفية التواصل الاتصال معكم؟ الاتصال على الهاتف الخط الساخن على 17-20 من مطلق أي هاتف محمول أو هاتف أرضي. شو بفيدني أنا أتلفن لك على 17-20 وإذا كنت بعجقة سير بتوجهني يعني بتقلي شو عم بيصير؟ في حال كانت العجقة غير اعتيادية اللي هي العجقة الصباحية والمسائية يلي هي العالم كلها بتعرفها وقت الذروة بالصبح وبالمساء ممكن يكون في عجقة طارئة صارت، يعني أنت بتبقى متوقع أنه بهذا الترم مش مفروض يكون عجقة بمحلة الأنفاق بس علقت بعجقة ممكن تتواصل معنا لتعرف ويلي هن ناشطين على السوشيال ميديا بمجرد ما يفوتوا على الحساب الرسمي ممكن يعرفوا نحن نكون نازلين شو سبب الزحمة. ممكن يكون تصادم، ممكن يكون سيارة معطلة، شاحنة منقلبة، طريق مقطوع، دوليب حرق، نحن كله منتابعه مننزله لحظة بلحظة. بس أحياناً أنتم حتى عم تحطوا صور كمان قالوا لي؟ أحسنت. نعم أحسنت. بس مش كل العالم بتتواصل سوشيال ميديا، بس في ناس بسيارات عم تسمع الإذاعة. نعم. الإذاعة بهيدي الحالة عم تاخذ منا فيدباك وعم تبث على الإذاعة شو عم بيصير بالوقت لها، خاصة بالحوادث الطارئة. إنما العجقة الموسمية اللي هي نهار السبت الناس طالعة على الجنوب طالعة على الشمال هي كل العالم بتعرفها. لوين حدودكم أنتم بالمراقبة؟ بيروت من تقريبا تقاطع غانا على المدينة الرياضية آخر فاريبل مسج ساين مع كاميرا بالمحلة لنهر الكلب. ودائما العجقة وين عم تتركز؟ لا وزارة الدفاع. دائما العجقات عم بتكون اوتوستراديت ولا دائما على مداخل بيروت؟ هلا بيصير في زحمه بقلب طرقات بيروت. داخليه انتم في عندكم؟ طبعا في تغطيه بقلب مدينه بيروت بضواحي بيروت مناطق جانبيه في كاميرات وين ما كان. نعم بس الكاميرا اوقات بتكون بمطرح معين هلا بيشرح لك اياها الاستاذ حنا المهندس الاستشاري بتبقى بمطرح معين لقطه كذا محور نقدر نشوف كذا محور حتى لو كان بعيد بنقرب عليه وبنشوفه يعني مش عدد الكاميرات يلي هو بيهم نوعيه عمل الكاميرا. سيدي الى اي حد بنقرب عليه وبنشوفه؟ قد ما بدك. قد ما بدي نقدر نقرب لقلب السيارة بس أكيد في مهنية عمل بعرف نحن بهمنا لوحة المركبة للسيارة المخالفة طبعا. طب اللي بدي أقوله يعني من خلال حملات التوعية حضرتك أنت اليوم كمشرف يعني ومسؤول يعني عن هذا الموقع إنجاز التعبير كيف ممكن نحدث هذه المواقع يعني هذه الإرشادات هذه المحطات لحتى كل الناس يكونوا شركة معنا؟ قلت لي على 1720 بنتواصل معكم على التليفون. هو الخط الساخن صحيح يعني لحتى نصير أصدقاء مع غرفة التحكم المروري ونعمل لايكات ونفوت صحيح ونكون نحن وياكم أصدقاء. الحسابين الرسميين يلي هن تي أم سي لبنان على فيسبوك تويتر تي أم سي لبنان يلي هو ناشط على السوشيال ميديا بيقدر يعمل فولو للحساب الرسمي
بيقدر يعمل نوتيفيكيشن اون للاكونت، بيقدر من خلال هيدا العمل البروسيجر يلي عملها بيقدر يحصل على لحظه بلحظه شو عم بتغرد غرفه التحكم على تويتر يلي هو حساب سينكرونايز مع فيسبوك بطبيعه الحال يلي هن ناشطين على فيسبوك، بيعرف حركه المرور لحظه بلحظه شو عم بيصير وين ما كان. ممكن مش بس يعرف حركه المرور، شو بيعرف؟ ممكن يقدر يطرح سؤال بقانون السير، استفسار، مشكله هو تعرض لها، تنظم بحق حاضرين طبعا لحظه بلحظه، ان شاء الله بعد نص ليل نحن بنجاوب. هي البروسيجر اللي بتصير انه في ناس بتتعرض لمشاكل على الطريق، انا كيف بتصرف بهيدي الحاله؟ بيسالنا، بيتواصل معنا، اذا كانت الامور شوي معقده بنقول له يتواصل معنا على 17-20 نشرح له بشكل تفصيلي اكثر، واذا كان سؤال بديهي بنجاوبه على الاونلاين، هو بيستفيد والغيره يلي شاف طلع بابليك بالنتيجه بيستفيد هو كمان. يعني هلا نحن معك بهذه الاطلاله عم لاحظ انه الفريق كله هون عم يشتغل، كله عم بيرد على التليفونات، كاميرات قدامه، عم بيراقب عبر الشاشات. نحن هلا اقرب شيء لنا هو هون الموقع، شو هو هون العمليات، هون قسم العمليات يلي هو ممثل من عناصر وضباط قوى الامن الداخلي. الجهه الاماميه استشاريه هيئه اداره السير، ناس مهندسين عاملين تخصص بهذا المجال، كيف يديروا حركه المرور، كيف يديروا الانترسكشنز، الاشارات المروريه وغيرها. يعني انا بدي اطلب منك اذا في مجال وبالاذن من الشباب يعني تشرح لنا هون يلي عم بيصير، يعني تحديدا يعني هذه الشاشه اللي هي هلا قدامنا شو عم نشوف نحن هون؟ بيقدر العسكري من خلال هيدي الشاشة يلي هي ذاتها شاشة، عندي ثلاث شاشات هون عم نشوف قدامنا، في كذا شاشة، فينا هلا فينا نحدد هون شو عم نشوف، ويندوز صغار بيقدر يشوف كل كاميرا شو هي ايش على بهيدي اللحظة، فينا ناخذ شي ويندو نعمله فول سكرين لحتى طبعا هيدي مثلا نهر الكلب. كاميرا نهر الكلب هلا بهالوقت، هيدي لايف ستريمينج، الكونكشن بيننا وبين الكاميرا هي فايبر اوبتكس، يعني انت عم تقشع لايف ستريمينج، ما فيه تقطيش، مش دي اس ال، لحظة بلحظة أنت عم تشوف شو عم يصير على الطريق، وهذا كله مسجل وبيضل مسجل عنا لفترة شهر. طب ليش بنقول إنه مش معقول إنه ما في عجقة؟ منستغرب صرنا هلا شوي الترم صار مرتاح أكتر على المسلك الغربي والشرقي، يعني هلا نحن هون بهيك وضع الويندوز الصغار يلي قدامه للعسكري يلي عم تفرجيه كل الكاميرات، إذا كان عم بيراقب الحركة الطبيعية تقريباً على غالب المحاور، أول ما يشوفها ضغطت بمحل يعني في عنا مشكل هون، نحن وين فوراً بغير اسم الله، يعني إذا ممكن تساعدنا هون نحن، هذا جسر النقاش، الكاميرا هلأ بيرمي باتجاه الأبيسي واللومول، إذا ضغط السير على المسلك الغربي يعني هون بيبين عن على الكاميرا على المسلك الشرقي، يعني في مشكله قدام المولات، بيكون في زحمه عالم عم بتفوت او تطلع من المولات، هون انتم بتتواصلوا فورا بلحظتها، انما كمان كاميرا النقاش فيك تبرمها وبتشوف على جسر النقاش شو عم بيصير، اذا في اي مشكله على الجسر مثل ما شايف الانترسكشن على الجسر، وحتى فيني اقربها للمنطقه اللي نازله على من النقاش الى الجسر او اللي رايحه باتجاه المارينا او اللي نازله باتجاه انطلياس، يعني الكاميرا بذاتها بتقدر تبرم على كل المحاور وتفرجيني فيو جنرال لكل الاريا اللي هي بتغطيها بكل الكاميرات، يعني كل التجهيزات، كل الكاميرات بتشتغل على هذه الطريقه، يعني من خلال اللي هلا نحن عم نشوفه بنقول انه عندكم السلطه والامكانيه من هون تقدروا تساعدوا بفكفكه عجقه السير ببعض الاحيان، هو الهدف الاساسي انك تتدخل بالسرعه الممكنه، يعني كل دقيقه تاخير على لين معينه على الهاي واي، على مسرب معين على الطريق العام، بياخرني 4 دقائق على زحمه اضافيه، هيدي عند الشعوب التي تحترم المسرب، انما هون الخط 4 مسارب وقت يكون عندك 6 سيارات، يعني انا بعتقد دقيقه تاخير رح تعمل 10 دقائق. طب يعني خبرني هذه الخبره، يعني هالديناميه اللي عم تحكي فيها، هالشفافيه، يعني من خلال الماجستير باداره السلام المروريه، قديش بتعطيك مخزون تقدر من خلاله توضعه بتصرف الشباب، خاصه انه عم يتعاملوا يعني ميدانيا على الارض مع كاميرات وصور قدامهم؟ أنا وفريق العمل يلي عم نشتغل إيد وحدة، يوم بيوم لحظة بلحظة بياخدوا نفس خبرتك، وبيصيروا هن كمان ضلعين بالعمل، وأنت بتشتغل على خبرتك بمراقبة كمان الأعمال اللي عم بتصير بالدول المتقدمة طبيعا. ممكن ننتقل للقسم الثاني اللي حدك هونيك، يعني هلأ هون اللي عم نشوفه يختلف عن اللي كنا عنده قبل، ولا هو ذاته أجزاء مقسمة، شو عم نشوفه؟ صحيح، ممكن العسكري يلي موجود على أول ديسكتوب عم بيشتغل على سكرين بإطار معين، اخذ محور معين، العسكري الثاني بياخذ محور اخر. الزحمه الاعتياديه على عنده عجقه كثير بالاذن منك، شفنا عنده عجقه كثير لانه بعدنا على المسلك الغربي على جسر انطلياس، بس من شوي فادني حضره مؤهل اول انه في عندنا زحمه على المسلك الغربي امام فوج الاطفاء لمدينه بيروت.
تبين من خلاله أنه في وقوف على جانب الطريق على جانب الأوتوستراد لأنه في عندهم دورات للتطوع. نعم. فوراً وجهنا الدراج إلى المكان لإزالة هيدي السيارات لأنه بتأثر على حركة وعلى انسيابية المرور اللي فاتحين على بيروت. إذن هون نحن لما بلشنا نشوف أنه السير عم بيضغط باتجاه الفورم على المسلك الغربي. نعم. فوراً تدخل وكلف الدراجين لحل هيدي الأزمة أمام فوج الأطفال. طب سيدي أنا كيف بدي أعرف بسيارتي يعني من خلال الرسائل النصية اللي بتوصلني؟ هذا بدي أعرفه. أنا أنتوا هلا عم تحكوا شيء عم بتشوفوه ولكن أنا هي بعد ما هو بطبيعة الحال على المسلك الغربي هلا نحن بوقت ذروة زحمة. نعم. بس نحن بنشوف إذا في شيء كمان عم بيأثر أكثر نتدخل، بينما لما تكون الحركة شبه طبيعية وبيصير في عنا زحمة لا نتدخل بشكل أسرع كمان، بس هون نعلم أكثر. نعم. يعني نعلم على السوشيال ميديا ونعلم عبر وسائل الإعلام يلي عم تواصل معهم أنا على جروبات الواتساب بإعلامهم فوراً بالطارئ المروري اللي صار على مين طريق. وسائل الإعلام اللي بتشتغلوا معهم؟ يعني عم نحكي نحن إذاعات كل الإذاعات. نعم. كل إذاعة بلبنان كل. نعم. تلفزيون بلبنان. نعم. أعطانا مندوبين من قبله من فريق العمل. برافو. لمدير قسم البرامج أو إعداد الأخبار أو الخبر العاجل. نعم. عندهم على الواتساب عاملين لهم جروباج فوراً بلحظة بنبعث لهم الخبر بيصير عندهم وهن بيستثمروه بالطريقة اللي هن بيحبوه. طب ممكن يكون في لينك مباشر بينكم وبين أي وسيلة أو محطة تلفزيونية لحتى يكون في عرض يعني لبعض المشاهد بوقتها ولا لا؟ اللينك هو يا إما بده يتواصل معنا مثل ما قلنا على الخط الصحي. نعم. من الإذاعة كمان له حق يتواصل يسأل عن شيء معين يمكن يكون. نعم. مواطن تلفن على الإذاعة وسأل. نعم. الجروباج اللي نحن عاملينه عم نبعث له فوراً الخبر. نعم. وعلى السوشيال ميديا هن كمان عندهم فريق السوشيال ميديا اللي لحظة بلحظة بيتابعنا على التابلت بكل إذاعات لبنان وبكل تلفزيونات لبنان. طب اليوم نحن من خلال الرسائل النصية كم أو عدد الرسائل النصية التي تصلني أنا كسائق يعني في إلى هدف عدد معين؟ هو مش الهدف العدد هو الهدف. لا. نوعية الخبر يلي عم ينزل. ما هو أنا لأنه نحن هون ما عم نعمل سبق إعلامي يعني أنا مش هدفي أعمل سكوب. بقدر أعطيك مثل بسيط يمكن وسيلة إعلامية معينة تنزل أنه حادث مروع. نعم. على طريق ظهر البيدر ونتج عنه 4 قتلى وغيره. أنا ما بنزل الخبر يمكن لبعد 10 دقايق لأتأكد فوراً من عدد الجرحى والقتلى بالحادث موثوق يعني الخبر صح هذا. لأنه ممنوع نزل خبر مش موثوق. نعم. بس إذا بدي إذا تأكدت فوراً من الخبر بس بعد ما عندي أحصاء. نعم. بنزل إنه حادث كذا كذا يعني بحط التفاصيل بين فان ودراجي أو. نعم. فان وسيارة أو شاحنة ومنحط تحت متابعين بعد لحظات مننزل العدد المضبوط للجرحى والقتلى اذا كان متوفى. لفتني كلمه موثوق يعني اليوم انا اذا بدي اعطيك خبر. نعم. ممكن تتمنيه وتبعته انت اس ام اس لكل الناس ولكل الفرقاء اللي بيشتغلوا معك او حدا غيري او طبعا كيف؟ حضرتك. نعم. كرجل اعلامي نحن بنعرفه من. نعم. غرفه التحكم. نعم. اذا اعطيتني خبر اكيد بعتبره مصدر موثوق. لما تقول لي في سياره منقلبه داخل انفاق داخل انفاق المطار وبعت لي صوره شو بعد بدي اكثر من هيك؟ نعم. حضرتك معروف من قبلنا بينما شخص مواطن عادي غرد على تويتر نحن بناخذ هذا الخبر. نعم. بنعمل له فيفورت وهون بشير لموضوع الفيفورت يلي هي مش لايك يعني فيفورت يعني نحن اخذنا علم. نعم. وبنبعث دراج فورا للتاكد وعند ذلك بننزل الخبر وهنيك. هلا اذا بتسمح لي بس بدي ارجع لهون يعني عم نلاحظ انه ما عم يهدى يعني الشاشه قدامه مقسمه الى عده صور. صحيح. وعم بيحاول يسعى من مرحله لمرحله حسب على مدار 24 ساعه بضل يراقب حسب خبرته حسب. نعم. خبرته للرتيب بمجال. نعم. اداره هذا المرفق. نعم. من بمجرد ما يطلع نظرة شاملة على الكاميرات. نعم. بيعرف وين في عنده مشكلة. نعم. بيكبرها وبيفوت وبيعالج على هذا الأساس يعني كل عسكري كل رتيب عنده منطقة هو متخصص فيها ولا أمامه كل المناطق مجهزة يطلع كل المناطق مجهزة أمامه. نعم. ولكن ممكن يكونوا مقسمين خلي يتلقى التليفون تنشوف من مين. نعم. نعم. ممكن بأحيى الله لحظة حيا الله. نعم. مواطن يتلفن يسأل عن. نعم. حدث معين وخاصة تنهمر علينا الاتصالات وقت يصير في طارئ مروري أنت على 1720 على 1720 صحيح. نعم. خاصة وقت تطلج الدنيا طريق ظهر البيدر طريق عيون السمان كله بيصير تلفن العالم ليشوف إذا فتح الطريق أو بعدها مقفلة وقت البحر كان نفس الشيء حتى بتلفن من منطقة البقاع ليتأكدوا إذا فيهم ينزلوا كمان على بيروت وقت البحر كمان هلأ بتعجوا كثير مواسم الاصطياف ممكن يسألوا عن الزحمة صحيح. نعم. ممكن يسألوا طب ممكن نزعجوا لحتى بس يخدنا بخبرته يعني إلى بعض المناطق تنشوف. نعم. إلية التحكم كيف بتصير يعني. نعم. أنا عم شوف هون هون في عجل كثير هون وين حضرتك دل علينا. نعم. نحن هون وين نحن هون نحن كورنيش المزرعة. صحيح. نعم. في عجقة يعتبر ولا سير ضاغط؟ لا هون تعتبر حركة كثيفة. هيدي منا زحمة سير. نعم. السيارات ماشية كتير منيح في السينكرونيزيشن تبع ترافيك لايتس بتصير هون من قبل استشارية هيئة إدارة السير يلي هن بيراقبوا من خلال الكابتور يلي عندهم قدام ممكن يعطي. نعم. فورس لانترسكشن معينة انه تيحرك أكتر
انسيابيه المرور. طب انا بدي اعرف انت كيف يعني امتى بتقلي في ضغط، امتى بتقلي انه في زحمه سير، يعني كيف مقسمين عندكم انتم يعني بالمفهوم العملي؟ نعم. كثيفه يعني او ضاغطه كثيفه الى ناشطه الى طبيعيه. الى طبيعيه صحيح. يعني بهذه الاثناء اللي عم نشوفه اللي شفناه من شوي على كورنيش المزرعه هو حركه ناشطه. نعم، فينا نشوف غير محل حتى نقدر نعمل مقارنات اذا امكن. مثلا هون على جسر أنطلياس، هذا المسلك الغربي باتجاه الدوره. نعم، باتجاه الزلقه. نعم، الحركه كثيفه. نعم، مش ناشطه، كثيفه. نعم. يعني السير عم بيمشي ولكن في توقف. إيه نعم، هون عم نشوف انه الاليه اللي بيقدر يتحكم فيها بالكاميرا، ممكن نشوف بيقدر يستدير بالكاميرا مثلا. صحيح، في معه جويستيك. نعم نعم، هذا الخط يلي نازل من ساحه أنطلياس. نعم. الجسر حتى البطرقيه. هون في عشقه بنسميها. نعم، هيدي زحمة تعتبر. صحيح، زحمة، هيدي ضاغطة. ضاغطة زحمة. فينا نقرب أكثر لنشوف قديش الإمكانية اللي أنتم ممكن تقربوا عليها إذا ممكن. حلو. خلينا ناخذ مثلا. نعم. برج الغزال لأعطيك مثلا برج سيارات متوقفة إلى جانب الطريق بشكل مخالف، بتسبب بعجز سير. هون بتسبب بزحمة سير. هي بس هون المفروض في بارك ميتر، يعني بياكل ضبط محضر ضبط، مش مزبوط؟ إذا كانت في مخالفات هون مثلا باتجاه الساحة بدنا نقدر نشوف السيارات متوقفة ووقوف ثاني. بدنا ننقل هلا لحتى نتابع وشوف هيدي نمرة السيارة. نعم، بقدر نشوفها مثل ما شايف حضرتك بهذا الوضوح، واضحة جدا. هلا لا شك انه فريق العمل بيتدخل. نعم، بحالات كثير استثنائية مثل السيارة اللي جاي عكس السير، سيارة عم تنزل أريار عن الجسر بطريقة مخالفة للقانون عكس السير. ما فينا نقول ما حدا شايفني فيني أعمل اللي بدي. لا أكيد شايفينهم، وأكبر دليل أنه عم نعمل وثيقة بتطلع للمديرية لمطالبة ومخالفة السائق يلي خالفنا. يعني هون عم نشوف هون تعتبر زحمة. صح. هون بأي منطقة نحن؟ ساحة أنطلياس باتجاه الأوتوستراد. فإذا هذا الجسر يلي. نعم. شفناه نحن من شوي من ميلة. نعم. الأوتوستراد. نعم. هلا شفناه من ميلة ساحة أنطلياس من. نعم. جوا باتجاه الأوتوستراد، لانه يعني في كاميرا بقلب ساحه أنطلياس. من خلال كل المعطيات اللي عم نشوفها صرتوا بتعرفوا شو هي اسباب عجقه السير. نعم. قلت لي بدك تاخذنا على التباريز، جينا على التباريز شفنا برج الغزال ولا. نعم نعم، فشفنا شيروكي. نعم، فرجيناك اللوحه. اسباب عجقه السير يعني من خلال المراقبه عبر كل هذه الشاشات. نعم. والمتابعه. نعم، شو سببها هالعجقه؟ في اسباب كثيره يعني اذا بدنا نجي نفهم. غير ما عم بحكي غير. نعم. الزحمه الاعتياديه، في قصص بتساهم اضافه. نعم. اجمالا الحوادث الصغيره او الكبيره. نعم. يعني تصادم. نعم. تعطل المركبات. نعم. شاحنه تعطلت، سياره تعطلت، ممكن تعمل لي ازمه لانه اخذت مسرب من الطريق. نعم. المشاكل يلي بتصير امنيه، حرق دوليب وغيره، اعتصامات، تجمعات. نعم. لبعض المواطنين. لفتة النظر يلي بتصير اجمالا حادث على المسلك الغربي، بتلاقي المسلك الشرقي مع انه هو طبيعي عجق لانه العالم بتحب تطلع تاني ميل شو عم بيصير. نعم. اذا كان في حادث او في احتراق لمبنى. نعم. بتلاقي صار في عندي زحمة سير. المخالفات يلي متواجدة على الطريق، الكيوسكات يلي ما عندها ترخيص واخدة موافقة تفتح محلاتها على الطريق، خاصة المحلات يلي هي بناولك دغري من السيارة، هيدي كلها حسب خبرتنا عم نلاحظ انه عم تعملنا زحمة. طب ليش ما بتنمنع؟ مش عم نقطع برزقة حدا، ولكن لتسهيل الأمور ولتسيير الواقع المروري 100% ما نقدر نتشكى. نعم. في أمور باقتراحاتكم أنتم مش ممكن تتقدم أو تتعدل أو ينحكى فيها بالإشارة. نعمل يعني كثير أستاذ حنا كتب. نعم. من غرفة التحكم. نعم. وانرفعت للمديرية بشأن بعض المحلات يلي عم بتسبب زحمة. نعم. من هذا النوع. نعم. يعني شو كان الجواب؟ نحن بنبعث للقيادة الموضوع. نعم. ما بيرجع لجواب. نعم. يعني أوكي. في ناس عندها تراخيص. نعم. في ناس عندها يمكن موافقات بترجع للبلدية، بترجع للقائم مقام للمحافظ. هيدا الموضوع تعرف حضرتك مش أنا بقدر أعالجه. أنا أكتر شيء بقدر أعمله نبعث كفريق عمل، نبعث دراج تيسهل حركة المرور بالمحل. طب كل اللي بيتواصلوا مع غرفة التحكم المروري ومع حضرتك حضرة الرائد خليل مكرزي بيقولوا إنه كتير مهم إنك أنت ما عندك شيء اسمه يأس، توعد بالمتابعة وتصل بالمتابعة حتى النهاية شو ما كانت نتيجتها. يعني إلى أي مدى أنت متسلح بالقانون لحتى. نعم. تقدر تطبقه بوقت البعض بيقول أنه قد تكون في استنسبية بتطبيق القوانين، تنكون كثير. نعم. صريحين. نعم. نعم، نحن تعليمات رئيس المركز. نعم. تقضي أنه الشخص اللي بتلفن طالما موضوعه حتى لو مش نحن الجهة المعنية بمعالجته، اعتبر محضر سرعة عنده مشكلة فيه بمفرزة سير معينة. نعم. وصولاً للمحكمة، إذا تبلغ من الجهات المعنية أو ما تبلغ أو ضاع محضره. الموضوع مش عندي بينحل، بس بمجرد ما يتلفن على 17-20
فريق العمل بيساعده ليوصل لمحضره ويلاقيه ويقدر يدفعه. هذا مثل كتير بسيط. طب اليوم من خلال كل المعطيات، يعني قانون السير الجديد يلي نحكى فيه بيسهل عليكم ولا عم بيصعب؟ لأنه في كتير بنود بهذا القانون لا تطبق لا تنفذ والناس ما معهم خبرها. الناس بيتفاجئوا ببعض الأحيان. نعم، مشان هيك نحن بنلعب دور بالتنسيق مع شعبة العلاقات العامة بقوى الأمن الداخلي على توضيح بنود القانون. نعم. بالحملات التوعية اللي بتنعمل من عنا كفريق عمل عنده حساب رسمي تابع لهيئة إدارة السير، بالتنسيق مع شعبة العلاقات العامة بينزل كذا مانشيت تغريدات بتوضح أكثر بنود تتعلق بقانون السير الجديد للعالم تطلع عليها أكثر وأكثر. بدك تسمح لي نوقف مع بريك؟ أكيد. فاصل إعلاني أصدقائي ونتابع سوا برنامج مشاكل وحلول من غرفة التحكم المروري. عم نقول مزبوط اسمها غرفة التحكم المروري غرفة ولا التحكم بالمرسوم؟ بالمرسوم غرفة العمليات المشتركة. غرفة العمليات المشتركة. إذن بريك ونرجع سوا دايما عبر تلفزيون لبنان. منتابع مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان بهذه الإطلالة الخاصة من غرفة العمليات أو غرفة التحكم المروري مع ضيفنا الرائد خليل مكرزل مسؤول فريق العمليات ومواقع التواصل الاجتماعي في غرفة التحكم المروري. حضرة الرائد، يعني من خلال كل المعطيات اللي كنا نحن عم نتابعها بالجزء الأول بنوصل لمرحلة بنشوف أنه نشر هذه الثقافة للأصدقاء اللي عم بيتابعونا قديش بدها وقت لحتى توصلهم ويتفاعلوا معكم يتواصلوا على 1720 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحتى يكونوا معكم شركة بحماية نفسهم أولاً وحماية غيرهم؟ صحيح، هذا هو دورنا يلي نحن عم نشتغل عليه من وقت ما تأسست الغرفة ونعمل. نعم. فريق العمل لحتى تاريخه. نعم. وأكيد رح نضل نشتغل عليه بالمستقبل. نحن. نعم. ما بلشنا بالأول نتلقى عدد الهائل من الاتصالات على 17-20 مثل ما عم نتلقى هلأ. نعم. ما كنا عم نتفاعل على السوشيال ميديا مثل ما عم نتفاعل هلأ، وأكيد بالمستقبل حيكون التفاعل أكثر، وهذا أكبر دليل أنه عم بيكون في تجاوب من قبل المواطنين والسائقين مع الغرفة ومع فريق العمليات، وعم نصير نعرف أكثر أنه يقدروا من خلال مشكلة معينة على الطريق في مرجع نقدر نتصل فيه أو نراجع على السوشيال ميديا هو غرفة التحكم المروري. طب الفريق اللي بيشتغل معك يعني على مدار 24 ساعة. نعم. هو يعني بتسعوا لحتى تأهلوه أكثر من خلال يعني بعض الدورات، يعني بعض الدروس إنجاز التعبير أو المواضيع وهذا يعني اللي عم بيصير تفترض أن تكون ملحقة، وهذا اللي عم بيصير. نعم. دائما في دورات إن كان من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في تنسيق في تعليمات، من قبل استشارية هيئة إدارة السير يلي هني بيلعبوا دور كمان. نعم. إنه نعزز ونقوي القدرات يلي نحن عم نشتغل عليها ونطور. نعم. هيدي القدرات. نعم. بما يتماشى مع السوشيال ميديا. بتعرف حضرتك سيس حنا السوشيال ميديا دائما على تطور مستمر. نعم. يعني مؤخرا نحن كمان صرنا على انستغرام، صرنا على يوتيوب، في تشانل للغرفة تقدر تشوف من خلال الحوادث الجسيمة يلي صارت يلي ضبطت من قبل كاميرات الغرفة. وهون برجع بشير لحضرتك التنسيق يلي عم بيصير مع غرفة العمليات. نعم. بقلب غرفة العمليات مع فريق مهندسي استشاري هيئة إدارة السير يلي هن كمان بيلعبوا الدور الأساسي بتنظيم حركة المرور على الإشارات. نعم. الضوئية، وبيلعبوا دور أساسي بنقل الرسالة على الفاريبل مسج ساين الفي ام اس المتواجدة على نهر الكلب على المدينة الرياضية وعلى وزارة الدفاع يلي مداخل بيروت الثلاثة. المواطن لما يكون واصل بيقدر يعرف شو ناطره قدام، افترض ما عم يسمع راديو، افترض ما عم بيتابع معنا على السوشيال ميديا بيقدر يقشع على الطريق. مش بس منسخر هيدي التكنولوجي كرمال نعرف ونعطي انفورميشن للمواطن. نعم. شو ناطره على الطريق، نعطيه كمان حملات توعية عليها فيما خص حزام الأمان، عدم الشرب والقيادة، عدم التلهي على الخلية وأثناء القيادة، متعلو صوت الراديو. صوت الراديو مش لازم يعلى كتير أصلا، لازم نضل نقدر نسمع برا شو عم بيصير نحن وسائقين. أكيد كلها عوامل بتأثر على أداء. نعم. السائق السيارة. أنا بدي أشكرك يعني بهذه الأطلال الأولى لك عبر مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان، مع الأمل يكون في إلنا إطلالات متتالية. كلمة أخيرة بتحب توجهها قبل ما نشوف سواء ريبورتاج يتمحور حول إحصاء مع الناس. نحن سألني هون شو بتعرفوا عن غرفة التحكم المروري؟ نعم. نعم. بتعرفوا الغرفة يعني أو ما بتعرفوا الغرفة أو ما بتعرفوا؟ نحن دائما بتوجه بتوصية أو. نعم. تمني على كل سائق
ما يسرع، لأنه نحن الأحصاءات الأكبر عنا الحوادث الجسيمة عم بتصير من خلال السرعة. كل ما تسرع، كل ما أنت عم تعمل تفقد السيطرة على المركبة وعلى أدائك بالقيادة، وبالتالي يلي تعود يحمل سيلولاره بزحمة السير ليشيك رح يرجع يحمل سيلولاره على سرعة 100 و120. فهذا الشيء منه مستحب أبدا، ودائما نتأيد بإشارات وتوجيهات عناصر السير على الطريق، سعيا منا نحن كسائقين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على الطريق، مع شرطة السير، مع غرفة التحكم المروري، لانسيابة المرور أحسن وأفضل. أنا بدي أشكرك. شكرا لحضرتك. شكرا لك حضرة الرائد خليل الكردي. شكرا لك. إذن أصدقائي، روبورتاج يلي من خلاله توجهنا بسؤال للناس حول غرفة التحكم المروري، وبنرجع سوا. التحكم الشكوى بشتكي، بس ما فيه هلا العسكر هو بيعرف اكثر مني. بتراقب كل شيء بالسير؟ ما بعرف شيء عنها ابدا ابدا. بيقولوا بيتراقب وما بيتراقب، بس كله بيراقبوا اللي بدهم اياه واللي ما بدهم اياه عادي. اللي بيتخطى الاشاره الحمراء، اللي بيتخطى الخط، هاي اهم شيء الخط الابيض اللبناني يلتزم فيها، المشاة مش السيارات. يعني بتسهل امور كثير للعالم، بس العالم خيم ما راح تتوب، العالم بلا أخلاق عنا. بعدنا معكم متابعين مشاكل وحلول من تلفزيون لبنان. نحن بغرفة التحكم المروري أو غرفة العمليات بالكارانتينا مع ضيف جديد بالقسم الثاني من برنامجنا، وبعد الريبورتاج اللي شفناه، الخبير بالسلامة المرورية جورج حنا، وهو مسؤول عن الفريق المشغل في غرفة التحكم المروري. صح. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ جورج. من خلال المعطيات اللي كنا عم نحكيها قبل شوي مع حضرة الرائد خليل مكرزل، يعني بالقسم التقني حضرتك شو فيك تنورنا أو تعطي الأصدقاء المشاهدين فكرة عن آلية العمل بهذه الغرفة لحتى نتعرف عليها أكثر فأكثر، لأنه عم نلاحظ نشاطها كبير وأهدافها التوعوية مجدية جدا. صحيح، مثل ما أشار الرائد مكرزي قبل، نعم. إنه إحنا نطاق تغطيتنا هو مدينة بيروت الكبرى، نعم. من نهر الكلب لخلدي لوزارة الدفاع شرقا، يعني نعم. مدخل البقاع. الإشارات اللي نحن نشتغل عليها هن 210 قطاعات موزعين ضمن نطاق مدينة بيروت الكبرى. عندنا كمان مثل ما ذكر الرائد حوالي 70 كاميرا، نعم. كلهم متحركة، ما في عندنا كاميرات فيكس، ما في عندنا كاميرات. كم إشارة؟ 210 قطاعات. هن مسؤولين عن عجقة السير وفكفكتها. الإشارة كمان بدنا نفسر شغلة كتير مهمة، إنه الإشارة ما بتحل أزمة السير، الإشارة بتنظم حركة المرور. نحن هيئة إدارة السير، كهيئة إدارة السير شغلتنا إدارة حركة المرور. شو فينا نحن نحل عزمة السير؟ من خلال اللي قدامك هون. مزبوط، كمان يعني مثل اللي شفناه هون عند شباب قوى الأمن، نحن على طول بتواصل دايم مع قوى الأمن الداخلي. هيا شيء بيصير على الطريق منبلغ شباب قوى الأمن الداخلي، هن اللي بيتدخلوا بالميدان، هن ببلغوا الدراجين على الطريق، كمان إزالة أي عائق على الطريق. في تنسيق مع بعض. في تنسيق دايم. هيا حادث، هيا مشكلة على الطريق. على الإشارات الضوئية كتير منلاحظ مخالفات، هي دبل باركينج أو وقوف ممنوع. تنقطع الكهرباء عن الإشارات الضوئية أحيانا؟ الإشارات الضوئية كلها مجهزة بي بي أسات وكهرباء عليها، وفي محلات اللي كهرباء بتنقطع أكثر من 6 ساعات برات مدينة بيروت، حاطين لها اشتراك موتور، يعني على طول 24 الكهرباء جاي على الإشارات الضوئية. طب بنشوف إشارة ضوئية يعني لون برتقالي بيطفي، صحيح. الناس أخذين فكرة ويمكن انا منه انه معطل 100%. حتى بيجينا اتصالات تبليغ انه في اشاره مثلا بمدينه بيروت، اشاره حيلا محل انه اشاره ضوئيه اصفر او فيها عطل. نحن هون بنبلغ انه بيجي اللون اصفر ولا اورانجو؟ اللون اصفر. هو اصفر مزبوط، نعم. اللون الاصفر بيعني انه في عندنا طلب من عمليات قوى الامن الداخلي، في حيلا ايفنت، في حيلا شيء سبيشال ايفنت، في مناسبة زي ما نقول بالبيال مثلا، في حيلا احتفال او مهرجان بالبيال، بيطلبوا منا تطفية الاشارات. مزبوط، نحن بنطفي الاشارات بهالحالة، بس اكيد بيكون في عناصر قوى الامن. هي مواطن بالعجلة؟ لا، عناصر قوى الامن الداخلي هي بتكون مسؤولة عن الاشارات. نعم. ساعتها على طول كل اشارة مطفية على الطريق في عليها عنصر قوى الامن الداخلي، هو عم ينظم حركة المرور. فينا نشوف شيء من قدامك هون؟ اكيد رح افرجيكم شيء. اشاره متوقفه ولا لا؟ اشاره متوقفه اذا في. في عنا اشاره الصيف، اذا بدك فينا نحكي عن اشاره الصيف. اشاره الصيف حاليا هي بوضع فلاشينج او وميض، اللي نحن بنحطها وضع الوميض اللي هو فلاشينج يلو. نعم. الاصفر على طول. مزبوط. هلا مثل ما عم نلاحظ هون عنصر قوى الامن هو المسؤول عن تنظيم حركه المرور بالقطاع.
اكيد فينا نقرب اكثر اذا ممكن اذا مسموح ما في عندنا مشكل بس خلينا نعم. ناخذ قوى الامن نعم. يعني هيدا الاشاره هون بطلب من بلديه بيروت نحن نعم. تم استحداثها وبرمجتها الاشاره جاهزه للدور بس لاحظ يعني موجود الشرطي بس انه مزبوط الشرطي ما في لحق على كل المسارب يعني الاشاره كثير كبيره هي أي. اشاره المرور او بدها شرطيين او اكثر في اشارات كثير كبيره بدها اكثر من شرطيين نعم. يقدروا ينظموا حركه المرور نعم. لهذا السبب انوجدت الاشاره الضوئيه هي لتنظيم نعم. حركه المرور وتامين السلامه المروريه على التقاطعات يعني هون اذا اشاره دايره هي الاشاره بتنظم حالها بحالها بس ما فيها تحل عجقة السير فينا نقرب اكثر اذا ممكن قديش فينا نقرب اكثر بس لحتى نشوف يعني كل الكاميرات اللي عندنا فيك تعمل فيها نعم. ضارب 32 مره زوم نعم. يعني اذا بدنا يعني نشوف مثلا هون احنا عم نشوف حركه نعم. المرور صوب الوسط نعم. فينا نقرب ل طب انت يعني باهم منطقه واهم نقطه عم تقول لي انه الاشارات معلقه ليه مش معلقه هذه الاشاره بطلب من بلديه بيروت مثل ما قلت لك نعم. لانه استحدث طريق جديد هون نعم. بيوصل بين فرانسوا الحاج والوسط التجاري نعم هذا الطريق نحط عليه اشارتين ضوئيه كمان جديد ما فينا نكون دورين اشاره ومطفين اشاره ثانيه طلبوا منا مزبوط بس ما تكون خلصت ثاني اشاره وصارت جاهزه نوصل نعم. الاشارتين مع بعض ونشغلهم مع بعض تكونوا سينكرونايز يعني تكون اشاره عم تفتح اخضر عم تفتح وراها الثانيه نعم. دغري اخضر ليكون في جرين ويف تيصير في انسيابيه بالمرور طب اليوم حضرتك انت يعني خبير بالسلامه المروريه قديش عم بتوظف هذه الخبره او الناس قديش عم بيتجاوبوا مع هذه الخبره تنكون دقيقين نحن تنحكي نعم. قبل بالشق التقني نعم اللي. عم نستعمل السلامه المروريه وعم نحط خبراتنا بالسلامه المروريه بما يخص الاشارات الضوئيه وتامين معابر امنه للمشاة من خلال تخطيط الطرقات تامين نعم. معابر امنه للمشاة مثل ما بنعرف انه كثير محلات في عدم وجود لجسوره مشاة او انفاق او معابر مشاة فنحن بهالإشارات الضوئية عم نأمن معابر للمشاة من خلال تخطيط الطرقات تأمين وقت كافي للمشاة ليعبر من مسلك لمسلك على إشارة ضوئية هلأ نحن هون نرجع كمان منذكر أنه في كتير مشاة مثلا ما بتلتزم بالإشارة الضوئية أو في كتير سائقين ما بيعطوا أفضلية للمشاة حتى لأنه المشاة هو عنده أفضلية على المركبة بس يكون مشاة بقلب التقاطع لو ضوت إشارته حمراء لازم السائق يترك هالمشاة يقطع الطريق يعبر آمن في طرقات مخططة يعني أنا عم شوف هون عندك يعني صحيح يعني التخطيطات يعني هودي للمشاة يمكن هني مخصصين أكثر 100% هلأ نعم. هون رح نشوف سامبل عن المشاة نعم وحتى الدراجات الهوائية بلدية بيروت مبدئيا استحدثت يعني بعض الخطوط بشوارع لحتى الدراجات تقدر تسلكها بأمان يعني إذا بناخد بمدينة بيروت مثل ما حضرتك عم تحكي إذا بنشوف خدني على كورنيش البحري نعم كورنيش البحري اوكي نعم هون التقاطعات نعم. يعني هون مثل ما عم نلاحظ نحن عندنا المشكله 360 درجه بتبرم الكاميرا الكاميرات كلها بتبرم 360 درجه بتشوف فيو جنرال على كل التقاطعات كرمال هيك نحن يعني الكاميرات غرفه التحكم المروري ساهم كثير بحركه المرور لانه ما بشوف بس بالموقع اللي هو فيه عم بشوف لقدام ولا بعد عم بسهل المرور من اول كوريدور لاخر كوريدور كرمال هيك نحن بنعمل سينكرونايزيشن بين الاشارات بيكون نعم. في بنامن التواصل بين هالاشارات في عندنا حساسات على الطريق بتقول لك كل تقاطع تعطيه عدد السيارات اللي جاي عليه شو عندنا حساسات اللي هن فيديو ديتكشن نعم بالانجلي الفيديو ديتكشن كاميراز الشغله تبعه انه يقول له للكنترولر للاشاره انه جاي لعندك 100 سياره بينما ثاني مسرب جاي 20 سياره الاشاره هي اوتوماتيكلي بترجلج حالها يعني في عندنا كثير اشارات سمارت هن ادابتيف نعم. مع الطريق قد نعم. ايه بيكون في عليهم فوليوم جاي من هالمسرب هي نعم. اوتوماتيكلي بتعطي جرين لايت تعدل الوقت الاخضر ونحن كمان 24/7 موجودين بالغرفه كمشغلين تبعين لهيئه اداره السير كرمال تسهيل عمل الاشارات الضوئيه عاده بيوصل محلات باوقات الذروه الصباحيه والمسائيه الاشاره اللي خاصه اللي بتتكل نعم. على الحساسات اوكي بصير في عندها مشكله انه من كل المسارب عم يجيها ضغط سير كثيف نعم فالسيستم هون خلص بصير في عنده مينيموم ما في ينزل تحته وماكسيموم ما في يطلع فوق كل المسارب عم تطلب من نعم. السيستم انه اعطيني اخضر زياده هون بصير في تدخل مهندسي هيئة إدارة السير والمشغلين أوكي. انه يعطوا وقت اخضر زياده للمسرب الاساسي او تسهيل حركه المرور على مسرب معين كرمال تامين انسيابيه المرور على الكوريدور كله سوا فينا نعمل جوله معك على بعض المواقع أكيد. اذا امكن لحتى الاصدقاء رح نبلش هون مثلا نعم. هون احنا وين هلا هون على تقاطع الالماظة نعم بولفوار سن الفيل انت وقاطع من محول نهر الموت تقاطع الالماظة صحيح انت ونازل نعم. من محول نهر الموت نعم. بدك تستلم بولفوار سن الفيل نعم. اللي بوصلك نعم. على ميرنا الشلوحي نعم نعم هيدي الاشاره هون رح نشوف عمل هيدي الاشاره الضوئيه كيف عم بيصير حاليا على الطريق هون ما في قوى امن لانه الاشارات ماشيين على طول وين ما في اشارات ضوئيه مفروض ما يكون في عليها عناصر قوى امن داخلي نعم. الا بحالات الطارئه نعم. او اذا في شيء مخالفات نعم. لانه نعم. الاشاره هي عم تنظم حركه المرور أوكي. وهي عم تشغل حالها بحالها فاذا بنرجع هيدي الاشاره هون نعم
كل الاشارات نحن فينا نتحكم فيهم، كل الاشارات موصولين نتحكم فيهم، نضويهم ونطفيهم، بنتحكم فيهم بنضويهم ونطفيهم وبنعطي افضليه. هون عم نشوف عمل الاشاره الضوئيه، فينا ناخذ اشاره من الاشارات هلا نعطيها افضليه اكيد. هلا هذا اللي عم نعمله نحن. وين نحن هذا هلا؟ اشاره تقاطع الالماز اللي حكينا عنها. نعم، شو مثل ما عم نلاحظ هون اخضر. نعم. للخط الاساسي، الخط. نعم. الرئيسي هون مثل ما عم نشوف فاتح اخضر لهذا الاتجاه والاتجاه اللي جاي من نهر الموت. هلا فتحته، هلا هي هيك الاشاره نحن. نعم. عم نلاحظ مثل ما عم نشوف هون انه الاشاره مثلا عندنا ضغط سير اللي طالع من جديد. شو بنعمل؟ المين رود هون مثل ما عم نشوف انه مرتاح، خط. نعم. الاساسي مرتاح. شو بنعمل؟ الاشاره على طول بتبرم بالسيكل تبعي. نعم. في لها بروجرامينج بتقول انه اول واحد هو الخط الاساسي. هلا عم نلاحظ انه اللافتر اللي عم بيبرموا شمال من الخط الاساسي دورهم يفتح ضوء اخضر. نحن هلا رح نعطي افضليه للخط اللي جاي من جديد. يلا اوكي، رح افرجيكم هلا كيف بيصير العمل على الاشاره الضوئيه. هلا وقف في هذيك الاشاره، الخط الاساسي وقف. أوكي. الشمال اللي هو ماشي هلا. ايه بدك توقفه هلا؟ هلا نحن رح نعطي افضليه ضوء اخضر للي من جوا. نعم يلا هلا ها اعطيني اياها اوردر يفتح. نعم. الخط الجواني. نعم. هلا مثل ما عم نشوف هيدا السير، فينا نحن نضلنا مشتغلين يدويا نفضي السير كليا من هذا الخط، وفينا نعطي بورسنتاج نقلها بدنا نزيد لها 10 ثواني وهي يصير تلقائيا تظبط حالها بحالها. هلا هون قديش؟ هلا هون كم ثانيه عندنا يعني نحن؟ مثل ما عم نشوف كيف فينا نعرف؟ فينا نشوف؟ فينا اكيد نشوف توقيت الاشاره الضوئيه اللي هو هلا. خلينا حطينا الكاميرا بس. نعم. لنشوف كيف عم نسهل حركه المرور. هو ثالث واحد هون 27 ثانيه، نحن رح نعطيه افضليه 15 ثانيه زياده. 27 ثانيه معنا؟ طيب هون مثل ما عم نشوف لتوصل ل 32 عمل الاشاره. هلا مثل ما عم نلاحظ انه بعده فاتح اخضر، فيك تخليه قد ما فينا نحن. ايه بحالات الطارئه اذا في شيء عندنا مثلا حاله طارئه، صليب احمر تواصل معنا، فينا نعطيه افضليه للصليب الاحمر تما يوقف على الاشاره. عجقت هلا الخط اللي جاي. مزبوط. هلا مثل ما عم نلاحظ هون الخط، لانه نحن عاطين افضليه. أوه. للخط الفرعي هلا ببلش التزمير، ببلش التزمير هلا. هلا هون نحن بنرجع بنعطي الافضليه للخط الرئيسي. يلا. فكرمال هيك نحن على طول في عندنا عمل يومي على الاشارات الضوئيه، مش انه بنعمل برمجه مرة واحدة وبنترك الإشارة تشتغل على مدار الساعة على بروجرام واحد. على طول في بروجرام بيمشي عليه، في له توقيت معين. نعم. مقسم بكل ساعة كيف. نعم. بيشتغل حسب ضغط السير وحسب الأوقات الذروة، كما وأنه نحن على طول نتدخل لتسهيل حركة المرور. طب أستاذ جورج، اليوم نحن جايين من كسر وين أو على الأوتوستراديت. نعم. نشوف يعني في إرشادات إنجاز التعبير. صحيح. على اللوحات الإعلامية. صح. يعني اللوحات الإلكترونية اللي هي في بعض العبارات يعني هيدي أنتم بتختاروها ولا قوى الأمن؟ لا هيدي نحن كمان، هيدي بما يخص المسار. البعض بيقول إنه يمكن تلهي السائق وتتسبب له بحادث. هو كل ما اختصر المساج. ايه؟ كل ما هي نحن المساج بيطلع أربع ثواني وبتشوفه أنت من بعيد، يعني مثل ما عم تشوف. شو هن المساجات اللي فينا نشوفهم عندك؟ يلا هلا هيدي الكاميرا اللي عم نشوفها هون، مثل ما عم نشوف هون حاطين حركه مرور ناشطه على الطريق البحريه. نعم. هيدي الطريق البحريه من أنطلياس. نعم. ما في عليها حدا، كثير ناشطه. نحن حاطين للمواطئ انه حركه مرور ناشطه. في كثير عالم بتلومنا انه عم نحط حركه مرور كثيفه والله خانقه. هلا هون ناشطه بتضل هي ذاتها بتروح وبتجي. لا، في سيكونس تبرم حركه مرور كثيفه من أنطلياس حتى نهر الموت. خدني على أنطلياس. حتى عم نقول له نحن في أنطلياس. هيدا أنطلياس. منا كثيفه هلا تعتبر. بلا كثيفه من أنطلياس حتى نهر الموت. نعم. نحن عم نشوف حركه المرور. نعم. نحن على طول تعابير ناشطه كثيفه للخانقه. الناشطه هي بس يكون في عندنا سرعه من 30 ل 40 عم تمشي السيارات، الكثيفه هي من 20 ل 30، اما الخانقه بس تكون سرعه من 10 ل 15. هلا اللي عم نشوفهم انجا عم تمشي. لا. على الطريق. هلا اللي عم نشوفهم هن هلا على الطريق فعلا. صحيح. هيدا. نعم. مثل ما ذكر حضره الرائد انه كاميراتنا فايبر اوبتيك لايف كاميرا عم تشوف. طيب. مثل ما عم يصير على الطريق هلا حاليا. شو عندنا هون غير حاطين احنا للمواطن هلا انه حركه المرور على الطريق البحريه ناشطه، بينما. نعم. على الاوتوستراد كثيفه. فنحن عم نقول له للمواطن بطريقه غير مباشره، احنا ما فينا نفرض على المواطن. طب ما عندنا غير سلوك الطريق البحريه، ما عندنا غير أنطلياس وضبي عليهم هال. بلا، في عندنا مثل ما ذكر كمان رائد عندنا على اليرزه. فينا نشوف اليرزه؟ صحيح، فينا نروح على اليرزه شباب. هيدي كاميرا اليرزه. نعم. حاطين عليها سيفتي، اما كمان انه نطلع نحن مخالفه استعمال جهاز الخلوي 200,000، عم نعطيه معلومات للسائق انه انتبه. ما نحن عم نخوفه من المخالفه، بس عم نأنذره انه اذا استعملت الخاتف بحال ضبطت هالمخالفه هي 200,000 فانت فيك تتفاداها. لانه يعني في كثير عالم ما بتعرف قد ايه المخالفات او قد ايه. طب ليش هون ليش حاطينه بلغتين هون؟ نحن بنحط في لغتين وفي بنحط بثلاث لغات حسب المناطق يعني. مش لا مش قصه حسب المناطق. سيفتي، لانه سيفتي مثلا كيب سيف ديستنس او حافظ على مسافه امنه. في كثير عالم مثلا كي هي باي كود الفي ام اس، في لها كود. نعم. هو انترناسيونال، في لهم الانجلي مفروض يعتمد يعني. نعم. ف وكمان مثل ما عم نشوف عندنا نحن حساسات على مداخل بيروت، بنحط يوميا قد ايه عم يفوت عدد سيارات. عجبتني هالحساسات، فينا نشوف شي حساسه من هون مبينه؟ بدك منفرجيك اكرم عين. بعدنا اصدقائي المشاهدين عم نتابع معكم تنشوف احدى الحساسات على احدى الاشارات الضوئيه. يعني مثلا هيدا هون
هيدي حساسه اسمها. مزبوط، هيدي لقطه كل هذا المال بتعدل لك كم كاميرا فيه. نعم. كم اشاره قطع كثير، كما وانه في ديتكتورز بقلب الارض، هن لوب. نعم. وين عندنا غير... ماجنتيك كل ما تقطع سياره عليها بتعد. وين عندنا غير اليرزه؟ فرج شفنا في عندنا على المدينه الرياضيه، بس ما عندنا هيدي هون على وزاره الدفاع. نعم. نزل من من الجمهور. نعم. اوتوستراد السياد اللي وقت. نعم. باتجاه السياد عندنا في ام اس، وثالث في ام اس هي على المدينه الرياضيه، يعني أوكي. على اوتوستراد المطار اذا بدك، قبل الانفاق، قبل ما توصل على الانفاق. نعم. عم نعطي المعلومه للي جاي من مسلك الجنوبي شو عم بيصير في قدامه، بس هيدي ما عندنا كاميرا هون. طب هلا بكل المعطيات اللي نحن هلا حكينا فيها، شو عندك؟ نعم. تزيد للاصدقاء اللي عم بيتابعونا وبهمهم يستفسروا عنه اكثر؟ اهم شيء احترام عمل الاشارات الضوئيه. أوكي. توقف قبل خط التوقف، لانه. نعم. معابر المشاة هي لتأمين معابر آمنة للمشاة. لما تجي السيارة بتقطع خط التوقف وبتوقف على البيدستين كروسنج اللي هو معبر المشاة، عم تقعيك معبر المشاة، عم تجبر المشاة يفوت على قلب التقاطع، عم تعرضه حياته للخطر. نعم. يعني احنا همنا الأساسي هو تأمين السلامة المرورية على هالتقاطعات. نعم. كما وانه من نطلب من المواطنين احترام الإشارات الضوئية، عمل الإشارات الضوئية، يعني مش انه يقطع على الأحمر. أوكي. لأنه الأحمر معقول يسبب بحادث قتولة. أوكي. مثل ما بتعرف إشارات ضوئية، بس حادث بيصير على إشارة ضوئية ما بيصير بوز بوز، بيصير على الجنب. نعم. عمالة الشوفير على البواب اللي هو حادث كثير قتولة، يعني السيفيريتي تبعه قاسي رح تكون. قد ايه بتحتفظوا بالداتا اللي هلا؟ الكاميرايات. نعم. بتحب تسجل لمدة شهر، بنضلنا نحن محتفظين فيها لمدة شهر. أما الحوادث مثل ما عم تلاحظوا على السوشيال ميديا، مثل ما ذكر الكابتن الرائد مكرزل إنه عم ننزل هالحوادث. هلا كمان بفرجيكم عدد من الحوادث اللي ملقطتها غرفة التحكم المروري. أكيد. يلا. نحن بننزل هالحوادث مش بسبب تخويف المواطن، بل بتوعيته إنه لك شو السبب. مثلا قطع إشارة حمراء هذه نتائجه. يعني أنا بهمني إنه بالختام نقدر نكون أعطينا شيء للأصدقاء اللي عم بيتابعونا، شيء من ثقافة توعوية ضرورية لنا. يعني هودي الحوادث بتخلون عندكم على طول الصور اللي هلا رح تعرضون حضرتك. مزبوط. نعم. بنحطها هون كمان. ايه بفضل. يعني هون مثل عم نشوف دراجة هوائية. نعم. واحد. الخط الأخضر الإشارة للشمال. ثلاثة. طب هذا دراجة هوائية قاطع أول شيء من هون. مخالف الإشارة الضوئية. مزبوط. هون جنارية. بالليل هون. دراجة نارية قاطعة إشارة ضوئية. شو هذا فرق؟ للأسف. قتيل. قتيل؟ نتيجته كانت قتيل. قاطع إشارة ضوئية، دراجة نارية، فينا نرجع نعيدها كمان. يعني مثل عم نلاحظ هون. نعم. الخط الشمال هو اللي فاتح. نعم. هلا خط فرن الشباك بيجي بيقطع اشارته الحمراء للدراجه، بس حتى كله يعني الخط منه فاتح لي اللي جاي من الجديده ولا مين اللي مخالف؟ هيدي اشاره شيفروليه. نعم. اللي مخالف هو اللي قطع شمال. نعم. اول واحد هون مثل ما عم نلاحظ هذا اللي قطع شمال. أوكي. أوكي. خلاف الاشاره الخضراء هي لهيدا. نعم. يا الله، فينا نشوف بعد؟ اكيد اذا بتسمح لنا. يعني من هذه المحطات يمكن بنشوف كمان السرعه اللي حكى عنها حضرت الرائد. نعم. هون اسباب السرعه مثل ما عم نلاحظ هون. واحد. السرعه شوحت السياره معه وفات بالفاصل بالنفق. هاي عن حاله فات بحاله. نعم. الساعه 6 الصبح. 6 الصبح. اوكي. وغير شيء كمان. نعم. مخالفة إشارة حمراء، مثل ما عم نشوف إشارة حمراء هلا ضوت أخضر، قطع إشارة حمراء، تسبب بحادث لغيره. نعم. هذا إشارته الخضراء. هو قاطع إشارة حمراء. نعم. عمل حادث. أوكي. وغيره ما شاء الله. يعني كثير هودي الإحصاءات بديش الحوادث كم يوم كم جمعة قديمين جديد؟ هودي كلهم من جمعتين لهلا. من جمعة. يعني إحنا كل جمعة منجمع الحوادث مننزلهم على السوشيال ميديا على يوتيوب. تقريبا في إحصاءات قديش بصير في حوادث زيادة أكثر أقل؟ حوادث يوميا عندنا حوادث، يعني بين 10 15 أيام أقل. فينا نشوف بعد شي حادث؟ أكيد. فينا نشوف حادث على نهر الموت. نعم. هون بنشوف شاحنة، هيدي السيارة. وين الشاحنة؟ الشاحنة هون. نعم. لأنه الكاميرا كانت مثبتة هيك. نعم. عم يرجع الشاحنة لورا، منه منتبه مين في ورا. منه منتبه للسائق ورا. ما عسو. عربش عليها للسيارة، الحمد لله زمطت، هلا هي بتستدرك الأمور بتفز من سيارتها دغري. مرا يعني سيدي عم بتسوق؟ صح سيدي. وراحت لهونيك خافت. ما. نعم. ما في عندها غير حال كان. كمان فينا نشوف هزمية هون بالليل، هذا اوتوستراد السياد نزل على الكارانتينا لعنا، يعني يا تلاهي على التليفون. نعم. نعم. يا انه السائق كان متعب مرهق غطت عينه ما فينا نرجع من عيدها هيدي بالختام. اكيد. اف 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 اف.
ضل ماشي عادي. استاذ جورج حنا بالختام شو بدك تزيد، شو بدك تقول للاصدقاء يلي اكيد انا باسمهم بدي اشكرك واشكر حضره الرائد خليل مكرزل، شو بدك تقول؟ بالنهايه بدنا نطلب من جميع المستخدمين الطريق التزام بالاشارات الضوئيه بحال وجود عنصر درك او نعم. عنصر قوى امن داخلي على التقاطعات، الافضليه لعنصر قوى امن الداخلي نعم. هيدي على طول نحن بيجي علينا شكاوى انه الاشاره حمراء وعنصر قوى الامن عم بيمشينا على الاحمر، اشارتنا خضراء عم بيوقف هذا الخط عم بيمشي تاني خط، عنصر قوى الامن بس يكون على التقاطع هو له الافضليه، مجبور المواطن يلتزم بارشادات قوى الامن الداخلي، هو اللي بيعطي الافضليه، بيطلب من المواطنين لو انه عم بيخالف الاشاره نعم. بس هو بيكون في عنده معطيات او عنده نوجه لهم تحيه اكيد اكيد سمع. نحن على تنسيق دائما قوى الامن الداخلي بنوجه نعم. لهم تحيه، ونحن لو ما هالعمل المشترك بيننا وبين قوى الامن الداخلي ما كنا طلعنا بهالنتيجه بالاخر. اسمح لي اشكرك وهنيك واقول لك ان شاء الله دائما بنلتقي معكم بسبيل تعزيز الثقافه للسلام المروري، شكرا لك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك أصدقائي، نحن لهون وصلنا لنهاية حلقة خاصة من برنامج مشاكل وحلول، نلتقي دايما معكم بإطار توضيح بعض المشكلات اللي بتحتاج لتوضيحات ومعالجة، واليوم نحن بيكبر قلبنا بهذا المركز بهذه التجهيزات وبهذه الإدارة الحكيمة. الشكر بيكون لكل العاملين معنا بإطار البرنامج مشاكل وحلول، لفريق البرنامج بالنقل الخارجي. بنشوفكم الله راد بحلقة جديدة دايما من تلفزيون لبنان. إلى اللقاء.